الهيئة العليا للانتخابات جددت اليوم رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية. انطلقت الحملات الانتخابية الرئاسية وسط جدل بعد رفض هيئة الانتخابات قرارا قضائيا بإعادة ثلاثة مرشحين. Et on apprend aujourd'hui qu'un tribunal administratif ordonne la réintégration de ces candidats. قرارات تثير جدل، أحكام قضائية تهمل، ومعارضة ترى أن اللعبة انتهت قبل أن تبدأ. وضع دقيق تواجهه هيئة الانتخابات بموجب أحكام القضاء، فالرجوع إلى الوراء صعب، والمضي قدما قد يعرض المسار الانتخابي ومخرجاته للتجريح والطعن. عنده حتى معنى بلاغ المحكمة الإدارية الأخير؟ ما عنده حتى معنى، لأنه المسار الانتخابي انطلق وبصفة يعني مضبوطة وبصفة قانونية ونهائية ورسمية، ويعني وتم اتباع أوراق معناها التصويت بالمطبعة الرسمية وانطلقت الحملة.